اه شباب، شو جبتوا كل الموني من السوبر ماركت؟ والله انه جاهزين حاليا بس قاعد بفلل ديزل. طب يلا، انه في ورانا سفرة طويلة على مصر يا اخوان، نروح نوصل هالسيارات ونخلص، جد ايه اكلوا راسنا الشركة. والله هسه اه بدهم ايانا هسه نطلع. اه هسه هسه اذا كان خلوها لبكره يا زلمه، اقسم بالله داري. ما مستعجلين عليها كثير، وفيها دفع مصاري كويس والله يا عم زيد. طيب يلا يعني نتوكل على الله، شو بدنا سيف، نعمل؟ عم سيف، جبت الدخانات وال مو رجاسي هيني، والقهوة؟ قدرت سلف دم فيها مصاري كويس، قدرت طب سلف الله انا هيسا. الثاني ها طب بدي والله الجو اشغل ما هو مساعد يا يا زلمه. يا يا سيدي، سيدي هو المنخفض اجى علينا، شو بدنا نسوي؟ يلا بسم الله، بركة من الله، قولوا بسم الله. يلا بسم روح. الله الرحمن الرحيم. اي انا فول ديزل، انا فللت الحمد لله. دير بالك الزحاليق، بس اليوم اه والله مش لازم مريق اطلع اليوم، لك. فلج مش موقف، وولعوا كشافاتك وظبطوا اموركم. والله ما انا مسترجع افتح الشباك، لا ما بنفتح الشباك بس والله يا عم لازم زيد. انفس شوي عشان الدخان يعني. ها اه ليف، انت ليش ما طلبت القهوة تبعتي؟ خليتها معك بالسيارة. هسه بعطيك اياها بالشركة، انت بس يعني مش عارف عنك، وصيتني على القهوة وما اخذتها، اخذتها بالشركة. وانت مفكر كمان في زلمة بيستجري شو اسمه ايش؟ ينزل من سيارته في هيك جو؟ والله بيني وبينك يا اخي برد، والله برد. اوه كنت راح اعمل حادث. وانا والله الله ستر، الله ستر، الله والله ماني ستر شايفه، لي. والله ماني شايفه. اخوان ضباب كثير قوي، ديروا بالكم. والله هنا وصلنا الشركة. والله بتزحلق يا اخوان. اه بتزحلق، ديروا بالكم. خلوني احمل انا. اي السيارات اخوان، ديروا بالكم، سيارات فولفو، واي غلطة صغيرة اكلنا هوا. مش يكونوا مثبتين هن صح؟ ثبتات صح هسه معلم، بس الرك علينا، ما تنساش هسه الدنيا ثلج، اه يعني والله يا اخوان. الوضع بخوف. يلا ارجع محمود. خلينا ننزلها، بس ننزل طابات بسم الهواء. الله الرحمن الرحيم. انا مبدئيا حملت، نرجع ارفعها. درجة الحرارة واحد بس، صدق بدي اشوف قديش درجة الحرارة على الشاشة عندي. يا اخي هاي الشاشة اللي عندي فش فيها اه لا هيها صفر، يا حبيبي والله درجة حرارة صفر يا اخوان، يعني الوضع لا يبشر بخير. قولوا يا رب اخوان، دفاياتنا شغالات وكل شيء يلا طيب ان شاء الله. انا يلا جاهز، بسم الله، جاهزين يا اخوان. انا جاهز عن نفسي. عم زيد يلا توكل على الله. يلا يلا بسم قول يا الله. رب. عم زيد اطلع قدامك ولا تطلع قدامي؟ ما في فرق عادي، بس ديروا طب بالك يلا يا بطلع الطريق، لا قدامك. تنعسوا كثير يعني عشان الاجواء الزفت هاي. وان والله انا بحب الثلج، فهمت بس علي؟ بس ده يعني حلو، بس الثلج حلو اه، بس ما بقى يعني اه. عم زيد قول، مع الحمولة هاي يعني شو اسمه مش هو محبوب. يخوف بيني وبينك. لا شوفير يا اخوان، انت ما انت شايف صح؟ يلا بسم الله. والله يا اخوان الطريق ضباب بشكل، لا جدا شنيع. وين هي يمين قامت ولا تطلع شمال؟ على شمالي، شمال بس. آه والله ما عارف اذا في حدا جاي من اليمين ولا لا، الله يستر. طريق سالكي يا سيف عندك؟ اه كويس. سد واحد يسرع يا اخوان، انا والله الصراحة لسه قلبي كثير ضعيف في سواقتها. لا لا بركن عليك،
بس الطريق جدا جدا مش مساعد، ديروا بالك يعني محمود. شو كشافاتكم يا اخوانا؟ والله ياتني مشغل كل شيء، بس بديش اشغل العالي. طيب يا اخوان شو رايك والسرعه شو وضعها؟ انت امشي وشوف المناسب واحنا هينا وراك. طيب يا هسه في عندنا نزول طريق الغور. حبيبي يلا يا اخوان لبان من رب العالمين. البطايات شغالة يا اخوان صح؟ اه شغالة لبان شغال عندي تمام يعني الامور. طريقنا دغري يا سيف؟ اه دغري بتجاوز عن هذا لانه مش عاجبتني وقت. مش شايفه انا هاي غماز يسار، هاي في دورية مرقت من جنبي. والله هاي يا اخوان لازم يعطونا عليها اكرامية مرتبة بالجوار. يعني فعليا والله مخاطرة تطلع فيك طريق. ثم اهم اشي حنوصل السيارات واني ما مالهن اشي، يعني نوصلهن هن سالمات، هذا اهم شيء بالنسبة لهم. السيارات اهم منا حاليا مليون بالمية. بدكم شيء يا اخوان من هون؟ في سوبر ماركت في كل شيء. ما احنا هسه اشترينا كل شيء، مالك؟ لا اذا حدا يتذكر شيء ناقص عليه. اخوان هسه بدنا ناخذ يمين. ها ماشي اعطي مسافة تمام يا محمود. يلا شوربة قوية يا اخوان، بدي اوصلها بما انه ما في سير، بما انه الوضع رايق. بيني وبينك لانه انا خايف نزحلق بيني وبينك هون. اه ديروا بالكم شغلوا الطفاية. الطفاية احسن من البريك لانه هاي الثلج بلش يعلم هون. اه هاي الطريق بتخوف، يعني الثلج هاي مبين في الارض. 1 hour later وهي يا اخوان فتنا الاراضي الفلسطينية. الحمد لله على السلامة يا اخوان. هسه اهم شيء نقطع يا اخوان ديروا بالكم فلسطين. هسه نقطع فلسطين ونروح على الحدود وعلى مصر ان شاء الله رب العالمين. وين هسه شمال؟ يمين. بس يمين بس يعني. اعطي الاولويه اخوان البريكات يا دوب مجاوبات. يا الله يا رب الله الناس بتمشي بعز الثلج مش قادر افهم شو جو. مش عارف يا اخي والله الواحد بيكون قاعد بداره وحاضن الصوبه ويا دوب دفيان. والله الناس اللي بتشتغل مياوم هذول شو بدهم يسووا؟ طب يا اخوان هسه اذا جانا على الطريق شلون بدنا نعمل غدا على الصناديق تحت منزل مطبخ؟ انت ما هو انا حاسب حساب. انا شوف انا مش هو مش انا اللي حاسب حساب، هو سيف اللي حاسب حساب. شفته شايل معه 3 علب فول كسيح. طب وش وكيف بدك تعملهم فول كسيح يا زلمه؟ هون هياتي في عندي الغاز هذا الصغير بال سفر. يا خابره مع محمود بس. طب بس تكون جبت الاسطوانات مش زي اخر مره. لا في تقدر تعمل له هون بالغرفه عنده. يا رجل شو المشكله؟ انا عارف هسه بتيجوا عندي بتاكلوا كل واحد بروحه شحنته اذا بدكم تاكلوا. بقول لكم لا انتوا بتيجوا عندي انا مش نازل والله بهالبلد. الله غير عندي جيرت الله غير عندي. انا اقول لك كل واحد ياخذ العلبه تبعته ويطبخ لحاله كل واحد. بس يا اخوان انا بعد الفول والله بنبطح. هو بدناش مدام خلينا نوصل الحموله. هو نوصل الحموله بالاول يا اخوان ديروا بالكم. نوصل الحموله بعديها بناكل اللي بدنا اياه. انا والله بدك الصراحة الدوار عرفت لا طلعت يمين ولا يسار بدي اخلص. هو بيني وبينك مش مبين الدوار كله على بعضه. انا لو ما شفته على الجي بي اس فعليا مش شايفه. يلا روح. والله انا بدي اشتري لي شاشة جي بي اس احطها جوا شو اسمه لانه ما عندي. والله انا اجت على الشاحن. انا اجت على الشاحن والله. انا اشتريت والله اول ما اخذتها اشتريت. والله ما اشتريت. انا اجت على الشاحن لاني حافظ الطريق يعني حافظ الطرق بس هون هاي الطريق بصراحة يعني ماليش عليها. انا بيني وبينك مش اشتريت، شفت اللي كانت عندي على الحبه السوداء؟ ايوه السياره. اه لا تقول فكيتها.
والله صغيرة هاي ال 4 انش. ايوه حطيتها على الشمال والله. غالي يا حبيبي. مش غالي، اذا بدك بجيب لك وحده. خلص والله كلهم 25. في وحده، انسى نشتري وحده، في وحده عند حمزه، زياده ناخذها من عند حمزه. خلص ممتاز ممتاز ممتاز. كوان بس حملنا جميله بندفع له حقها. هو حمزه كان طلع حمل شو اسمه نفط مره ثانيه على العراق. لانه هذول بس ثلاثه. هو سنان طلعوا. سنان رجع يشتغل، اجى يشتغل معنا. يا رجل بس هذول الاثنين بيطلعوش الا مع بعضهم. هم سلموا تريلا سنان. سلموا تريلا. جد كيف وضعها؟ بيلي لا اعطوه واحده نظيفه مرتبه والله. مش زينا مصديات من قدام والله. اخوان احنا لازمنا دهان للشح. اسمع اذا اعطونا مصاري، كويسات هالمره لازم ندهن والله. يا ابو بيني وبينك لازم والله. انا لي خاطر فعليا لازم. طريق مش فاتح يا اخوان. فتحت يلا. كنت راح اقول شيك. كنت على وشك اني اخش. طفاياتكم يا اخوان، الطريق ضيق. كان اخلي مسافة امان. طريق فاتح. يلا روح. طيب دير بالك من جايين على الشمال يا زيد. والله مسرعين هذول. طايرين. هذا هاي واي. استنوني يا اخوان لانه انا شوية الثلج. يا اخي في عندي انا مشكلة بالعزم تبع السيارة، مش عارف. عزل؟ بالعزم. عزم. يا اخي انا ما شفتش تبعتك من جوا. انت جير عادي ولا اوتوماتيك؟ ايش؟ انا اوتوماتيك. اوتوماتيك عشان هيك عزمها ميت. وانا اخوان الطريق دغري ولا كيف؟ انا لا اكون ضيعت دغري. دغري. استنوا بالله وقفوا او استنوني شوي. هدوا السرعة. ايوه هدي ماشي 40. انا ماشي 45. في واحد اتوقع هذا اللي جنبينا وقف. هذا اللي قدامي دقيقة. العم زيد قاعد بزمر. لا مش انا بيشيل. انا زعلك بزمرش. لا بعدني انا اللي زمرت يا اخوان. امشي يا سيف امشي. اللي قدامي هذول وقفوا مش عارف ليش. مقصر يا اخوان. ما هو لانه احنا ماشيين قدامهم على مهلنا. طب يلا داس. اسمع لي يا اخوان. يمين قصدك؟ يمين. انت مدوش عندك طار. مدوش انا والله حتى الغمازات ما شايف. وين يمين؟ وين قصرت؟ قاعد بتفرق ديروا بالكم. انا طلعت على نصي. يلا روحي يمين. اسمع معي كيس قرشلة اخذته من حمزة هذاك اليوم، لك مصلحة؟ لاقيه رطب جوا. لا 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 والله حاطه بس بالش اسمها بالحزان اللي عندي. حمزة القرشلة معه دائما فريش يعني. بعدين لازم حمزة. طيب بس نصل يا اخوان، من غط شاي بقرشلة بشاي. لا والله مهتم. بس اعطونا مجال نوصل. الله يعديها على خير. ما هي سالكة الحمد لله. امور نوطة الحمد لله. والحمد لله ما في ازمة في الطريق. هي سالكة بس الضباب والله يذبحنا. والضباب فعليا بس انا ياتي والله ما اعتمد على 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 العم سيف، مع اني مش شايف نهائيا اذا بعثت الطريق كلها يمين ولا شمال. دغري يا اخوان. بس نصيحة لا تلزوا على العم سيف. انا بعيد عنك شوي يعني، مخلي بيني وبينك مسافة. ايوه وانا والله في مسافة بيني وبينك يعني مش كثير. لا بس قرب مشان نضلك معانا بالطريق، مشان ما نروح احنا دخلي من هون ولا من هون وانت ما تنتبه. ما انا هاي توقع من هون يمين. يا يمين مظبوط. ثم زادكو انتو ماشيين دغري. انا شايف ما هو دغري من هون بناخذ يمين.
مع الكوربة بس اعطوها شوية دعس يا اخوان لانه طلوع طلوع ديروا بالكم بحاول اعكس لها بالطلعة يرجع شخر الجير. يا الله انت لازم تحل المشكلة هاي باقرب فرصة. بقول لك ما اعرف روسيا انت غلط غلط كثير لازم يعني بزبطش معك بصراحة. يا اخي تعرف لك ميكانيكي شاطر؟ بعرف حسان بس حسان يا اخي مش نافع. حسان حرامي معقول؟ حرامي نصاب حرام تستغيبوا الناس يا اخوان على طريق سفر مالك. طب يا اخي احنا بنحكي صدق مش قاعد بستغيب فيه انا. وحسان يذنب البربيش اللي مره غيره لسنان عمل له كارثه على الطريق. لا في سيارة صف في نص الشارع يا اخوان خذوا مشرب يمين يمين او رجع مشي المخاب رجع مشي قدامي انا زيد زيد دير بالك في عش مالك باص ولا انا شايف منه اشي في عش مالك باص انا عيني معطي رباعي يا اخوان وفات الباص قدامي لز علي الله يلعنه ايوه بالباجيرو كانه هوندا محمود ماشيين على الشمال قدام وين الطريق وين الطريق يا اخوان شمال في باص بيني وبينك انا والله ماني شايف شيء وين انا هسه من بعد الكازيد يمين يا اخوان شو الرباعي صوت ازعجني صوته دير بالكم يا اخوان هسه وين هسه يمين يا اخوان هسه انا عندي بعد الكازية يمين بعد الكازية بدك تفوت يمين طيب محمود افتح طفاية خليني اعطيها خيار عكسي كان الطفاية تشتغل على الوصول انا ماشي طفاية حاليا وانا نفس الشيء ثلاث طقات عم زيد وصلت يعني معك وراك بس احنا خلصنا النزول مبدئيا يا اخوان ما شاء الله الثلج هذا من سنين ما يجي زيه فعليا مش راضي توقف بس محمود خلي مسافة امان بالله عليك انا هيدا ماشي على الطفاي والله انه احنا عنزول دير بالك زيد تحول هاي بلشت حرارة تنزل يا اخوان يلا ممتاز انت لان عنزول مش داعس لها مشان هيك حرارة تنزل ولا داعسي هسه اول ما نصل مصر ان شاء الله بندور لنا مكانين ان شاء الله هو بس ننزل الحمولة بما انهم مستعجلين عليه 6.5 hours later ما شاء الله كل هالوقت والثلج ما وقف والله لسه بدي اقول شوف الارض بيضة ما شاء الله والله نفسي ننزل نلعب بهالثلج نصل بعدها ضغطك بالثلج مش نلعب فيه بسويك رجل ثلجي انت ماشي بنلتقي ديروا بالكم احنا في مدينة يا اخوان انا خايف تجينا اشارة او اشي بس زلمة هسه قل ما فيها خف الضباب صرنا نشوف يا اخي بس ليلت فعليا الحمد لله شوف درجة الحرارة قد ايه صارت اخوان درجة الحرارة سالب 8 اوه فعليا يخلف على الدفايات اللي عندنا جوا السيارة الوجع جاي درجة الحرارة عشان شاحنتي تحماش اخوان انا مش شايف شيء قدم جملي عميل والله ما انت شايف من الثلج مش شايف بالمري انا بنفس الشبه كويس يعني كمان شوي بدنا ناخذ شمال ها يلا هون هسه الشارع بده يسكر نروح شمال الطريق فاتح قدام والله جاي بال اسرع بس خايف الحراره ترتفع يا اخوان انا نسيت اتفرج على الورق ولا دمياط ولا لبورسعيد بورسعيد والله عم زيد اطلع عني انا مشان الجير قاعد بشخر
الوضع مش عاجبني، اطلع عني. هي ترى ههدي شوي انا. طريق فاتح للتجاوزات يا اخوان، بس هون في شو اسمه، في حدود او شيء مش عارف شو. ما بس احنا على حدود المصرية، المصرية سعد ربهم يا رجل، اخواننا حبايبنا. تفضل يا حبيبي. عشت عشت. السلام عليكم. يا الله ما ارقى هالناس في التعامل. اي رجل كثير كثير فوق ما تتصوروا يا اخوان. الله حيو عم زيد. هلا بالحجي، كيف حالك؟ هلا والله. طلعت؟ والله هنا ها. اطلع اطلع. نعس؟ يلا روح. توكل على الله. والله الاتكاء. هون ديروا بالك الطريق هيها مغطية فوبيا. والله أنا الطريقة مش قشطين. يعني هون زحاليق مش طبيعية راح تكون. والله. كله مسافات امام بحيث البريكات تكون يعني تاخذ مجراها في الداش. هاي مشكلة الطرق اللي زي هيك ما في ما في متأثر بسلفة كمان. يعني عم زيد الضوء العالي مضايقك شيء؟ لا لا مخليه عادي، ما مش مؤثر. تمام. عم زيد حسب علمك راح نرجع فاضيين ولا محملين؟ والله ما بدري، والله ما بدري. نحكي مع الشركة المهمة نشوف شو الوضع. طب احنا كم يوم اقامة عندنا بمصر؟ الفيزا هاي كأنه 32 يوم. يعني لسه امورنا طيبة. يعني ممكن يصحني اي شيء هناك مثلا نشوف نحمل عادي. طيب مهتم والله، خلينا نشوف اذا في اي شغلة. مرن على الشركة ونشوف. نشوف. أنا هون جيت أشد ما شاء الله عليك. دير بالك زحليق. زحلقت معاك؟ لا لا أنا لا، أنا مو طيب. طفاية طفاية، أنا مو شغال طفاية. مش مقرب على البريك بصراحة، مش مسترجي. إي إحنا في العريش الآن. إيه أزمة يا إخوان ها؟ يلا ها، هدي محمود. إي نعم طفاية. دغري يا دغري معك. يلا العريش قربنا يا سيد يا اخوان. ان شاء الله ان شاء الله. بس ديروا بالكم يا اخوان. ها فتنا منطقة مضاهة والاخيرة صار يشوف الطريق. بس ما ظنش الطريق كلها مضاهة. ما اتوقع، لانه هون جوا المدينة طبيعي. بس والله هون حتى مش زايحين الثلج، كاسحات يا والله عندهم نقص كاسحات ثلج. ما هو احنا الطرق عندنا من الاردن لفلسطين لاخر نقطة فلسطين كلياتها الطرق سالكة. بجوز ما بنزل عندهم ثلج كثير. ممكن والله هي بين بينك الثلج هاي اجت فجأة فعليا غريب المكان لها ترصد. صحيح زحلقت معي. لا دير بالك دير بالك، اذا بتكون قريب مني كثير بدعس اخوان اللي خاطر اتجاوز عنه. كثير مهدي ومحمل رمل مش عارف عنه شو جوه في الثلج. طب اعطيها غيار عكسي يا معلم وفرق. هاي يلا دير بالك. بس شكله قدامك كارب يا سيف. في اتوقع عم بيني دير بالكم في اصلاحات جنب الطريق على الجهه الثانيه. بس اتجاوز وراك زيد تعال. هاي في كمان شاحنه ماشيه على اقل من مهله. اخوان حس حالنا طايرين مش عارف.
لا لا امورنا طيبة، امورنا طيبة سيف. احنا هذا الاشي اللي قاعدين نعمله بالثلج اخوان، يعني هذا اللي جينا يشوفونا بالمكان الشركة ما بظل. بيعطونا السيارات. لا لا اجينا كمان الدورية يا اخوان، دير بالكم. هذا بيقولوا له البوكس. البوكس انا بخاف من البوكس يا معلم. بحمد في مساجين. خلاص اخر مرة بتجاوز يا اخوان. لا عادي تجاوز يا رجل، خلينا نوصلها لحمولي وخلص منها. اخوان معنا سيارات يا رجل، لا تخاف اي امورهم طيبة. حلو هذا بدعس بريكات في جاي تطلع اطلع عنه. وفي قدامه كمان وحدة نفسي اظل مكمل كو قاعد اعسي وحدة. سالك اخوان لا عاش بقلب ضعيف. سالك ادعس الله وانتي. ادعسوا ادعسوا بعد اخر سيارة هدوا. فتحت طفاية كثير هديته بس ايه بدك الصراحة خفت من الكرفان ومش غشيمين فيه. قدامنا سيارة ساحبة فوق كرفان اذا ما خاب ظني. دير بالك دير بالك راح نفوت على مدينه يا اخوان. ها بريكاتكم انفتحت اموركم طيبه؟ معك معك الحمد لله رب العالمين. اخوان جوعت والله، انا كمان ميت من الجوع وحاسس بحشره مش طبيعيه يا اخوان. بس اذا بنزل هنا برجعش، برجع متجمد فعليا. خليها على الله. طب يا اخوان والله ما بزبط ننام في الشاحنة، ما في فنادق قريبة راح تكون؟ لا يزم بالشاحنة تفعلك، ايش معك حرامات؟ والله بدك الصراحة مش مأمن من حالي. معي انا معي واحد زيادة، معي انا معي واحد زيادة خلص. هاي لما مني واحد من محمود واحد، هاي اثنين بتدمل حالك فيها امور طيبة. لا اعطي لي زياده اللي عندك، ما بعطيه اللي عندي انا. لا ليه؟ انا بدي اتغطى باثنين، اقول لك بدي احط واحد تحتي وواحد وواحد اتغطى فيه. طب ما انا معي ثلاثة على فكرة، انا بحط اثنين فوقي أعطيه. وواحد حط احتياط زي هيك. اعطيه لسيف ما دام هيك. خلص ما اعطيه عم سيف. راح نروح يمين كمان شوي عم زيد، دير بالك. ماشي. هو عافية عندنا تفتيش هون. دير بالك دير بالك دير بالك، بريكات كبريكات كبريكات كبريكات، كل بريك حسه بالله السانتي. اوف تام، ما هي فيها وقفه يا اخوان وتفتيش ولا فش داعي؟ في بوكس وانا فيها سالكي سالكي، مش قاعدين يوقفوا ناس بس هيك يعني بتفرج على السيارات ولا بيعجبهم مش وقور. نتوقع اخر واحد ماشي فينا راح يوقفوا يا اخوان. ما اقول ينزل تفتيش كمان. لا ما لا لا ما موقفوش حدا. هاي بورسعيد على اليمين، يعني مش فاهم شو جو اللي جار لي كرفان في هيك ثلج، يعني هوب و 100 سلافي ومش عارف عنه. اخوان شبه بطلت اتحمل. وين احنا يا الجسر بدك توقف يا اخوي؟ اضبطش مش عارف. عم زيد حج اسال اللي ماشي قدامك اول واحد، مطولين تنوصل بورسعيد؟ اوف وليش ما تحكي معه انت؟ مش يدخلني. الله ضربني وبكى وسبقني واشتكى يا عم زيد. شو بيكو يا اخوان؟ قال ما بدي اعطيني حرام، بدي دق ولا انام بحرام من وراك نايم عليك. مين قال لك انه انا بدي اعطيك الحرام؟ ما بدي اياه، ما بقبل انام عليه حتى لو اعطيتني اياه. اخوان هدونا، ترى احنا غربة هسه مغتربين وسفر. الله عشانك عم زيد تجاوز. روح روح طلع قال طار. اوه مهلك مهلك. مين هو اللي وراي فيك يا اخوان؟ انا اللي عشمالك.
فدير بالك اخوان. اطلع اطلع اتجاوز، تعملوا لناش مشاكل اخوان. اتجاوز هسه بتفاهم معه بمصر ببورسعيد لما نوصل لما نصف. ماشي روح يا محمود. عم سيف مين بدي يتفاهم مع الثاني؟ عم سيف اخوان هدوا على الكوربه جد بحكي هدوا. عم سيف عم محمود خلينا نعقد هدنه اخوان. شمال شمال هدوا هدوا على اخي. خلينا نعقد هدنه. بهاي الحموله احنا اصحاب. فعليا ما بتعرف لا سمح الله يصير معنا هاي شيء. دنيا ليل ودنيا ثلج ف سفر طريق سفر يا اخوان. والله صح. بعد هد متفاهم. ماشي ماشي الصباح رباح. نتفاهم بالحمولة الجاي يا سيدي. بنتفاهم بالحمولة الجاي. دير بالك السيارة قاعدة تفك معي. خلاص الصبح انا بدي اعزف على فول وطعمية واظبط امورك وصالح وامورنا تمام. اخوان قصرت كثير السيارة معي. حمية تكنها معك؟ لا لا هي بتفك. لا عليك. ديروا بالكو لا تفل الوداسة. طب ليش ما ترفع غيار؟ ما هي رفعتهم وسلكت الحمد لله. يعني بعيد عن انه كنا متمشكلين بس صلاة النبي عليك يعني انا ما بقدر لك في الشاحنة. لا عم سيف العين بتعلاش على حاجة. بشوف لي ابو البي ام اللي مرق من جنبك. شوف شوف سامع الصوت؟ ما شاء الله ما شاء الله الله يطرح له البركة. مثل ما قلت لك عم سيف العين ما بتعلاش على الحاجب. بس انت اخر فترة صاير تدز وانت بتحكي. صاير اخذ مسارب مفاجئة. برضو هذا كلام صحيح. احنا اصحاب بس خلينا اشوفه من هون لنقدر. اخوان ديروا بالكو ديروا بالكو ديروا بالكو في باص. ابو الباص ابو الباص انت ربيت ولز لز مش طبيعي. مش حاب اسبع حدا وانا بدولته. خلص ايه هذا يزم قاعدك شعر بالك. هدي 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 بدناش نعمل مشاكل. خلينا نوصل للحمولة اخي. اطلع يا حبيبي اطلع 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 اخرتك تيجي رحلة سياحة عنا. انا قاعد بضوي له بدي اعمي بدي اعمي ضوة. هي احنا هسه بورسعيد. محمود ضيع بركاتك الفجائية. بركات سيف الفجائية هاي اللي بتخوف اخوان. مش حابب ابشركم بهالشغلة بس حاسس الدعسة فصلت مني فجأة. لا دير بالك سايس سايس قد ما تقدر. هي اهم شي نوصل ننزل هالحمولة ونخلص فعليا. الثلج اخوان اتوقع شي نزلوها هسه بجوز نصف هنا ولا الصبح هم يفضوها. انا هسه متوقع اشبه الجو في عمال اللي ينزلوا حالتهم حالة. كمان صح الدنيا زلمه بعدين شو مالك في الليل طلع قد الساعه سيدي. المهم اني انا قحمشت من البرد هسه بدنا نصفهم واعطيها نوم. اقول لك بديش اتعشى يا زلمه. هذا يا زلمه لز علي ابو الهونداي. دير بالك ترى كسرت اللي بده يتجوز. كسرت له لز علي يا زلمه ضرب لي. هو اللي لز علي. الحق عليه مش علي والله. ارجع لكم يا اخوان. لا 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 هيني وراك انا وراك. لا ما اتوقع لمسته ولا شو. لا بلا بلا بين بين عندي كسر له غمازه بس هو ضرب عندي بالحديد. الحق عليه يعني انت طالع اصلا مبين. اشارة حمراء يا سيف وفي بوكس على يمينك انت قطعتها يا رجل. بتعرف انه الاشارة كانت خضراء اول ما طلعت؟ هياتها هسه خضراء ها. او كانت صفراء مش عارف ما انتبه. اياته مشالك يا ها كل حال. اين وصلنا يا اخوان؟ يلا ها اخوان دقيقة ما وسعت لها فراحت ما تضرب معي. ارجع استنى محمود. لا لا لا, لا بس 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 طالع ما عليكم. ايوه يا دي جر العرباية عندي جر. انا بدي اصف في مكان السيارات كنت يا اخوان اذا ما عندكم علم في هذا الشيء. هم يدبروا حاله.
اي هون في شاحنة راح اوقف وراها. هو وقف وراها والصباح ربع حس اصلا شكلهم مسكرين. وجهزوا لنا فولاتكو. شو صار معك عم زيد؟ هاي نسخة عم زيد قاعد سيف وين؟ هاي طفي الضوء هذا وطفي لي الضوء هذا. يلا طفي السيارة. ها؟ يا اخوان نزلها شوي من هون. اوكي. انا بالنسبة لي تصبحوا على خير وبديش اتعشى، تعشوا لحالكم. تعال 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 وين راي؟ وين راي؟ دقيقة وين تروح تنام؟ عم سيف جيب عم زيد جيبه خلينا نتعشى. اي نازل له. يلا يا اخوان بس يا اخوان عندي مشوار سريع او اتوقع راح اطول. وين في حمامات حوالينا يا اخوان؟ انا ما اي هو علينا حسبتكم حمام وابصر شو. يلا يا اخوان تصبحوا على خير. يلا عم زيد اذا برجع بلاقيك كنت نامه خلص او بتجيبوا عشاك وبتيجوا عندي انا مش نازل. طيب يلا انا بجهز الامور وبجيك. يلا يلا ماشي يلا يا اخوان يلا.